السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلميذ سنة رابعة متوسط. في هذا الفيديو سأقدم لكم ثلاثة وضعيات، الأولى عن فيسبوك، الثانية عن التقدم العلمي والتكنولوجي، والثالثة عن الهجرة السرية. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولا تنسوا فقط الصلاة والسلام على الرسول الكريم. إليكم مقدمة التعبير الأول عن الفيسبوك. الفيسبوك هو أحد مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم، يسمح لملايين الأشخاص بالتواصل مع بعضهم البعض حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم العديد من الميزات لمساعدة المستخدمين. إليكم الآن العرض من أبرز ثمرات الفيسبوك، أنه الأسرع في نشر المعلومات وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الناس بأقصر وقت وبأقل تكلفة، كما يعمل على ربط المجتمعات أينما كانوا، فقد جعل العالم قرية صغيرة. الفيسبوك له دور كبير في نقل الأخبار بالصوت والصورة والكتابة، ويقوم بدور التلفاز والميديا والصحف معاً. له العديد من الإيجابيات، منها مشاركة الصور والفيديوهات والأحداث الهامة في الحياة، بالإضافة إلى اكتشاف صفحات ومجموعات للانضمام إليها للتفاعل مع أشخاص ذوي اهتمامات المشاركة. ويمكن استخدام الفيسبوك للترويج للأعمال التجارية والوصول إلى جمهور واسع أو أوسع، فهو أداة رائعة للتواصل الاجتماعي. أما سلبيات الفيسبوك الشائعة، منها الاستخدام المفرط له، قد يؤدي إلى إهدار الوقت والانشغال عن الأنشطة الجسدية المهمة والهوايات في الحياة، فيؤدي إلى قضاء الكثير من الوقت مع العالم الأزرق والابتعاد عن العالم الحقيقي والانعزال عن العائلة والأصدقاء، كما يؤثر بشكل مباشر على الصحة العقلية والعاطفية للفرد. لذلك يجب على الآباء أو الوالدين وكل فرد من أفراد المجتمع مساعدة الشباب على حسن استخدام العالم الأزرق أي الفيسبوك بشكل مسؤول، كما يجب تشجيع الشباب على أخذ فترات راحة من فيسبوك والتركيز على العلاقات الاجتماعية والدراسة والتمتع بالحياة الحقيقية، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى نصح الوالدين التحدث إلى أولادهم وتوعيتهم على استخدامه بطريقة إيجابية سليمة للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية والعاطفية. أما الخاتمة، قد يصبح الإنسان سلعة للمتاجرة به إن هو سلم نفسه لتلك المواقع الاجتماعية بطريقة عشوائية وغير صحيحة. لذلك يجب عليه، أي على الإنسان، أن يكون واعياً ومدركاً لخطورة هذه المواقع حتى لا يفقد نفسه وعقله وصحته. إليكم الآن التعبير عن الهجرة السرية مقدمة. الهجرة السرية هي ظاهرة خطيرة تهدد الدول النامية، وهي عبارة عن عملية هروب أفراد المجتمع من بلادهم إلى بلدان أخرى متقدمة بحثاً عن حياة أفضل بطرق غير شرعية. تشكل الهجرة السرية خطرا كبيرا على حياة المهاجرين، لأنهم يعرضون أنفسهم للخطر ويمكن أن يموتوا، كما يمكن أن يتعرضوا للاستغلال والتحرش إلى غير ذلك في البلدان التي يصلون إليها. بالإضافة إلى أن الهجرة السرية ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول النامية والمتخلفة، لأنها تزيد من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية على هذه الدول. إن مخاطر الهجرة السرية خاصة تكون بالقوارب الغير آمنة كبيرة التي تؤدي بانقلاب القارب أو غرقه، وهذا يعني أن المهاجرين يعرضون أنفسهم إلى مخاطر الموت غرقا عند الهجرة بالقوارب، إلى جانب المخاطر الأخرى التي تنطوي عليها هذه الرحلة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فإن من سلبيات الهجرة الغير شرعية لا يقتصر ضررها فقط على الأفراد المهاجرين
وإنما يتعدى ذلك إلى الإلحاق بالأضرار بالدول التي تعاني من كثرة المهاجرين الغير الشرعيين أيضا، بالإضافة إلى حزن الأهل والأقارب لفقدان أبنائهم غرقا أو عدم اللقاء بهم مرة أخرى. أما الخاتمة، إن هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على حياة المهاجرين خاصة منهم الشباب، لهذا من الضروري التقليل منها، أي من هذه الظاهرة، من خلال توفير الظروف الملائمة لهؤلاء الراغبين في البحث عن فرص أفضل في الحياة وتوعيتهم بذلك الخطر، حتى يكونون أهل لقيادة مشعل ما تركه الآباء والأجداد لحماية مستقبل بلادهم. وهكذا نكون قد أنهينا قراءة 3 وضعيات إدماجية. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح تلاميذي الأعزاء. لا تنسوا فقط الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى موضوع آخر إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.